Good morning, students. Today we have extra activities. اليوم عندنا نشاطات إضافية. عندكم كتاب الactivity نشاط. تفتحون صفحة page 82. عندكم هاي التمارين مهمة. تمارين إضافية extra activities. A. Which words go together? Choose the correct words from the box and write them in the space below. عندكم كلمات بالبوكس هذا البوكس بكلمات وهنا أيضا عندكم كلمات راح نأخذ الكلمات المرتبطة ويا بعض هسه شلون عندك مجازين معنا مجلة بوست كارت بطاقة بريدية كاميرا اللي هو كاميرا نيل الجلوس على من يركع واحد يجلس على كوعة إيربورت اللي هو مطار ليك يعني بحيرة ونعدنا راح نربط عندكم أيضا كلمات الكلمات اللي نقدر نستخدمهم ويا بعض يعني أكو ربط بيناتهم مثلا هنا عندك photographs يعني مصور sorry صورة photographs صورة يوم من هذه الكلمات ترتبط أو عندها علاقة بالصورة كاميرا بشنو ناخذ صور أكيد بالكاميرا خو ما ناخذ الصورة بالمجلة أو بالمطار أو بالبحيرة لا بشنو الآلة اللي ناخذ بيه الصورة هو كاميرا number two plane يعني طائرة يا أي كلمة من هاي الكلمات عندها علاقة أو ربط بالطائرة أكيد airport اللي هو مطار airport عنده علاقة ويا أو ربط ويا plane advertise اللي هو الإعلان إعلان دائما الإعلانات وين نسويها بالمجلات وبالجرائد أو المجلات فيا كلمة عندها رابط ويا هذا الكلمة المجازين advertise magazine boat اللي هو قارب جاء كلمة عندها رابط البحيرة lake boat قارب lake اللي هو البحيرة عندك number five holiday عطلة يا كلمة ويا راح تجي postcard يعني بالعطلة ندز رسائل وبطاقة بريدية توصل لنا بالعطل أيام العطل number six sit جلوس قلنا kneel يعني جلوس على ركبتي kneel تمام هذا معناه هذا التمرين be full in the word tree عندك هاي الكلمات راح نملا the opposite of hot the opposite of hot يعني opposite يعني عكس شنو عكس كلمة hot عكس opposite يعني عكس the opposite of hot is cold عكس كلمة حار هو بارد cold it is between 2 and 4 يا ساعة هو بين 2 و 4 3 ساعة ثالثة smaller than a city bigger than a village يعني أصغر من السيتي مدينة وأكبر من قرية شو نسميه تاون number four the fourth month of the year الشهر الرابع شو نسميه April when you use a question عندما نسأل نستخدم كلمة ask the opposite of start عكس كلمة بدأ start يعني يبدأ بدأ stop قف يقف they live in the sea شنو الشيء اللي يعيش بالماء بالبحر هو الأسماك fish you are in it now أنت الآن أين في المدرسة مثلا in school yes I agree يعني موافق شو تقولين okay it gives us light and heat شنو الشيء اللي ينطينا الضوء والحرارة هو الشمس sun See هذا تمرين مهم أيضا Find the odd one هذا تمارين مهمة Find out the odd one out Circle the word Find out the odd one يعني غريب الكلمة الغريبة اللي ما عنده عندك أربع كلمات من هاي الكلمة أربع كلمات عندك كلمة غريبة ما عنده ربط ويا بقية الكلمات راح نخليهم نخليهم بالدائرة يعني number one uncle اللي هو العم brother أخ friend صديق sister أخت يا كلمة هو الغريب
عندك هذول انكل براذر سيستر، هذول كلهم اقرباء، يعني اكو صلة رحم، اكو يعني قرابة بيناتهم. الغريب هو شنو كلمة فريند، صديق، واحد غريب يعني مو من العائلة. نمبر 2 جاكيت، لو جاكيت جلاس، نظارات، تي شيرت، قميص، كيمونو، ايضا هو ملابس خاص باليابانيين. هذول كلهم ملابس، الجاكيت والتي شيرت والكيمونو ملابس يلبسون، جلاسز نظارات نخلي، فهذا هو الكلمة الغريبة. نمبر 3 بوك، كتاب، كوبي بوك، دفتر، ماجازين، مجلة، راديو، راديو. يا الكلمة الغريبة، هذول كلهم أوراق نكتب عليهم نكتب بيهم، راديو هو آلة، فالكلمة الغريبة الراديو. نمبر 4 سنو، ثلج، ماونتن، جبل، ليك، بحيرة، ريفر، نهر. تشوفون هذول كلهم سنو، ثلج، ليك، بحر، ريفر، هذول كلها بيها ماء. الغريب هو ماونتن، جبال يابسة. تاون، مدينة، فيلج، قرية، بيتش، شاطئ، سيتي، ايضا اللي هو مدينة اكبر من التاون. هذول كلهم مدن. ياهو الغريب، بيتش اللي هو الساحل او ساحل البيتش. نايف، سكين، كوب الكوب، فورك عندكم شوكة، سبون ملعقة، هذول كلهم آلات حادة أو يعني ناكل بيه. الكاب هو الغريب. عندك تمرين بيج نا 83 83. complete the sentences with the correct words، أيضا هذا التمرين مهم، املأ الفراغات مع هذه الكلمات الموجودة بالبوكس. chopstick، chopstick هو الآلة أو الشيء اللي يأكلون العيدان، تشوفون اليابانيين بشنو يأكلون نسميه chopstick، العيدان اللي يأكل بيه اليابانيين. ankle arm، arrivals hall، صالة الوصول، القادمين من السفر. postcard، بطاقة بريدية. كيمونو، ملابس خاص يلبسوا اليابان اليابانيين. plum، الشخص اللي يكون سمين يعني سمنة أكثر من الحد. نجي نمبر 1، هذا يعتمد على المعاني، وأيضا هذا التمرين مهم، لازم تعرفين معنى الجملة حتى تختارين كلمة من الكلمات. نمبر 1 we meet people coming off a plane in the، الناس اللي يجون من السفر يوصلون وين يوصلون؟ المكان نسميه arrivals hall، صالة الوصول أو القادمين، قادمون. نمبر 2 some Japanese women wear a traditional Japanese dress called، بعض النساء اليابانيين يلبسون اللبس الياباني التقليدي اللي نسميه شنو؟ كيمونو. if somebody is a bit fat يعني يكون سمين أكثر شوية أكثر من اللازم، it is nicer or to say he is plump. okay، من الألطف إن نقول له هو plump. people eat with in Japan، الناس اللي باليابان يأكلون شنو يأكلون؟ ملعقة أو شنو؟ يأكلون بشوبستوك، نسميه شوبستوك. Number 5 a postcard usually has a picture and a stamp on it. البوستكارد بطاقة بريدية دائما يكون عليه صور، يعني مو بس رسالة كتابة، لا دائما موجود عليه، مكتوب عليه أو صور مطبوعات. Number 6 my uncle is my father's or my mother's brother. لا هنا احنا عندنا العم والخال، هم لا uncle، هم يقولون uncle للعم وللخال يستخدموا نفس الكلمة. uncle is my father's or mother's brother، يعني للعم يقولون uncle وللخال ايضا يقولون uncle. عندك هذا التمرين ايضا مهم، join these sentences together، اربط هذه الجمل، اربط join هذه الجمل مع بعض using suitable links words، نستخدم الكلمات الربط المناسبة او الفريسس. you may have to leave out some words، يعني بعض الجمل يجب عليك حذف الكلمات المتكررة in the sentence in the second sentence، في الجمل الثانية. number 1 I'd like to go to the football match، أريد الذهاب إلى لعبة مباريات كرة القدم. I'm too tired، أنا تعبان. تشوفون الجملتين متناقضة، بالأولى يرغب يروح وبالثانية بس هو تعبان، فراح نستخدم أداة الربط المناسب هو but. I'd like to go to the football match but I'm too tired، نخلي فارزة، ننزل الجملة الأولى مثل ما هي، نجي الجملة الثانية نكتب فارزة، وبعدين نجيب أداة الربط اللي هو but، وهنا نشوف الكلمات بالجملة الثانية
ما متكررة بالجملة الأولى، فنضطر نكتب الجملة الثانية مثل ما هي كلها بدون حذف. فقط إذا عندك كلمات متكررة بالجملة الثانية، يعني هنا عندك كلمات هو نفسه موجود بالجملة الأولى، نحذفه بذاك الحالة. أما إذا عندك الجملة الثانية كلمات غير متكررة بالجملة الأولى، ما نحذفه، نكتبه مثل ما هو. صح هنا عندك الجملة اثنينات مثبتة، لكن المعنى به معنى التناقض، يعني هاي الجملتين عكس، هو يحب يروح ولكنه تعبان. Number two. Rashid was very happy. كان راشد كان سعيدا. He found a pen friend in France. لقد وجد صديق في المراسلة في فرنسا. يعني عندك الجملة سبب وجملة نتيجة. عندك جملة النتيجة he was very happy، نقول راشد was happy very happy because he found، يعني راشد كان سعيدا لأنه وجد صديق في الرسالة. هنا نقول الجملة الثانية نزل نخلي بيناتهم because، أداة الرابط because، لأن عندك جملة النتيجة وجملة السبب، نربطهم باستخدام كلمة because، نكتب الجملة اثنيناتهم نزلها مثل ما هما. Number three, vegetarians eat rice. إن الأشخاص النباتيين يأكلون شنو؟ تمن and fish، well سمك أسماك. They eat eggs, fruit, eggs, bear, fruit, فواكه and vegetables too. هذا راح نأخذ عندك إضافات، فراح نستخدم أداة الرابط as well as. Vegetarians eat rice and fish. نكتب الجملة الأولى مثل ما هي، نجي الجملة الثانية as well as. الجملة الثانية as well as eggs, fruit and vegetables too. نحذف ال they eat، نحذفها ومباشرة نكتب eggs, fruit and vegetables too، ما يحتاج نكتب they eat، نحذفهم. She won't talk to me، لا ترغب أو لا تريد أن تتكلم معي. She won't phone me، ولا تخابرني، يعني ما تريد تحكي وياها ولا تخابرني. She won't talk to me or phone me، هذا اختيار، يعني راح نستخدم بيناتهم or، ننزل الجملة الأولى مثل ما هو she won't talk to me، نحذف الفول ستوب. هنا نجي الجملة الثانية she، بالجملة الثانية إذا عندك كلمات متكررة هو نفس كلمات متكررة بالجملة الأولى نحذفهم. she راح نحذف she، won't أيضا موجود راح نحذفه هنا بالجملة الثانية. عندك phone هنا ما موجودة راح نكتبه or phone me.